وصلنا للفقرة الطبية فرح، ورح نحكي عن من خلال التطور السريع أكيد بعالم الطب والعمليات الجراحية، بدلا من إجراء عملية جراحية تقليدية من خلال جرح كبير، صار من الممكن إجراء مختلف العمليات من خلال جرح صغير وبدقة متناهية ونتائج مذهلة، وصار ما يقارب 80% من العمليات الجراحية تجرى بواسطة المنظار، وهو ما يسمى بجراحة التدخل البسيط، وأثبتت هذه العمليات بالآونة الأخيرة فاعليتها بشكل كبير من خلال جراحة البدانة. ولحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع يا فرح، ودور وأهمية العمليات التنظيرية بالعمليات الجراحية، معنا الدكتور سامر محسن وهو اختصاص في الجراحة العامة والتنظيرية. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا. كيفك اليوم؟ الحمد لله ان شاء الله على طول. دكتور، يعني شيء حلو كثير انه نحن نستغني عن عمليات جراحيه كبيره اذا كان ممكن بعمليات بسيطه. خلينا نعرف اليوم شو الفرق بين العمل الجراحي والتنظير، شو هي العمليات يلي نحن بنقول لا هي بحاجه لعمل كبير مو ممكن تزبط بالتنظير. تمام. اول شيء الجراحه التنظيريه هي يعني حققت نقله نوعيه كبيره بعالم الجراحه، بين انت ما تساوي شق كبير طول 15 سنتي بين ما ثقب صغير لا يتجاوز الواحد سنتي، نفس العمل الجراحي نفس الدقة واحيانا الدقة اكثر من خلال هاي الثقوب الصغيرة. طبعا شو هو الجراحة؟ المبدأ بالجراحة التنظيرية نحن عن طريق شقوق صغيرة ما بتتجاوز الواحد سنتي ونفوت بأدوات خاصة وننجز هذا العمل الجراحي، مثلا مثل عمليات قص المعدة او عمليات استئصال الاورام كلها عم تتم. هي كانت تتم بعمليات كبيرة؟ طبعا بعمليات الجراحة المفتوحة. تمام. عن طريق الشق الكبير كل الناس بيعرفوه، هلا صارت عن طريق الجراحة التنظيرية. الناس المشكلة يعني هلا اخذ فكره انه هي جراحه تنظيريه بس مثلا استئصال مراره بالتنظير. لا، موضوع الجراحه التنظيريه توسع كثير، صار اي عمل جراحي عم اول شغله هو دخل بكل مجالات الجراحه. سواء الجراحه العامه، الجراحه النسائيه، الجراحه البوليه، الجراحه العظميه، والجراحه العصبيه، وحتى الاذنيه صار في تداخلات بالمنظار. قد فينا نقول الفتره الزمنيه اللي دخلت فيها الجراحه التنظيريه من كم سنه، وكل سنه كيف تطورت لحتى وصلت يعني اليوم لهي الدقة العالية اللي عم بنشوفها؟ يعني تقريبا هي من 1990 بأول ما هيك يعني صار عالم الجراحة التنظيرية بدأ وبتطور مستمر. طبعا أول ما بدأت كانت بدأت بعمليات بسيطة مثل ما هي مثل ما قلت لك عمليات استئصال المرارة، بعدين الزايدة بالتنظير، لحد ما هلأ وصلنا أنه عم نساوي العمليات الكبيرة اللي هي عمليات مستوى على مستوى الجراحة العامة باختصاصي بحكي عمليات استئصال الأورام الكبيرة أو أورام البنكرياس، أورام المعدة عم تصير بالجراحة التنظيرية، وبرجع بقول لك يعني بدقة أحيانا تفوق دقة الجراحة التقليدية. يعني عم تحقق نتائج كتير ممتازة كتير حلو بالجراحة التنظيرية. عم تحكي انه من زمن بعيد كانت الجراحه التنظيريه موجوده ولكن ما كانت منتشره مثل هلا بالاونه الاخيره، اثبتت فاعليتها عن جد من خلال كثير ناس سمعنا انه بدلت العمل الجراحي الكبير بعمليه تنظيريه كانت كثير اسهل. خلينا نحكي عن مزايا هذا العمل الجراحي البسيط، مزاياه واكيد يمكن له عيوب، خلينا كمان نعرفه. تمام. اول شيء المزايا بالجراحه التنظيريه تفوق العيوب تبعها بكثير. المزايا تبعها أول شغلة هو فترة البقاء بالمشفى بيكون أقل، ثاني شغلة وهي كتير ضرورية الألم بعد العمل الجراحي أقل بكتير من العمل الجراحي نفسه اللي بنساويه بالجراحة التقليدية. الشغلة الثالثة والمهمة كتير هلأ الناس صارت كتير تطلع عليها هو موضوع الندبات. نحن مصطلح الجراحة التنظيرية في له بديل اسم جراحة بدون ندبات، يعني هذا الشق الصغير ما بترك ندبة. هذا كثير مطلوب اليوم تكون الجراحة بدون ندبات، يعني الناس عم تطلع انه بدي اسوي عملية بدون ما يبين انه مسوي عملية. فشو الطريقة؟ هي صار الجراحة التنظيرية، ومن وحتى الجراحة التنظيرية هي الثقوب الخمسة احيانا عم نستغني عنها بشيء اسمه جراحة الثقب الواحد. يعني حتى هي تطورت، بدل ما نساوي خمس ثقوب عن طريق ثقب واحد عم نفوت كمان ادوات خاصة ونساوي العمل الجراحي بثقب واحد عن طريق السرة، يعني مريض بيطلع ولا كأنه مسوي عملية ابدا. هي الميزة الثالثة. الميزة الرابعة للجراحة التنظيرية وهي كثير كمان مهمة هي موضوع الالتصاقات بعد العمل الجراحي.
بالجراحة المفتوحة الالتصاقات بيكون كثيرة، بالجراحة التنظيرية الالتصاقات أقل، خاصة عند الصبايا مثلا. خلينا نحكي مثال، مريضة عندها التهاب زائدة دودية بدها عمل جراحة استئصال زائدة دودية، موضوع الجراحة المفتوحة معروف هو إنه بيترك التصاقات أكثر، وبس صار في التصاقات بمنطقة الزائدة هي المنطقة القريبة على المبيضين، هي الموضوع آثار سلبية، آثار سلبية كثيرة طبعاً. تماماً. الميزة كمان المهمة بالجراحة التنظيرية إنه هذا العمل الجراحي هو عمل جراحي مؤرشف، يعني إنه موجود المريض بس يطلع من العمل الجراحي معه سي دي للعملية اللي سواها، وين راح أي مكان بالدنيا، أنا شو ساوي العملية غير التقرير، سي دي موجود كل شيء سوا فيه، هذا الشيء نحن ما فينا نساويه بالجراحة المفتوحة. يمكن ما خليت مجال للعيوب. لا هلا بقول لك شو هي العيوب تبعها، بس فعلا هو جراحة تنظيرية إلى مزايا كبيرة. وكمان الشغلة المهمة نسبة الاختلاطات بالنسبة لإنتانات الجروح والإنتانات التنفسية أقل بكثير، لأنه نحن الجروح عندنا صغيرة، بين ما يكون جرح كبير اختلاطات واردة بالجرح، كان إنتان جرح أو الاندحاق يصير فتق نسبة مكاني. الالتهاب أقل. أيوة بالجراحة التنظيرية نسبة أقل. هذا شيء كثير ممتاز اليوم لما نحكي عن قلة نسبة إنتانات، لأنه سمعنا كثير عن حوادث للأسف بسبب أعمال جراحية استمرت لعدة يعني ساعات أو حتى تكون كبيرة سببت إنتانات وفتنا بمضاعفات تانية. يعني الجراحة التنظيرية فعلا هي نقلة نوعية من جراحة تقليدية، نقلتك من مكان لمكان تاني تماماً بالمزايا هي تبعها، بس هي يعني بتحتاج، هي مو عيوب يعني، بس هيك ما بعرف شو بنسميها، بس إلى بدها خبرة عالية، إلى بدها خبرة عالية لحتى أنت تساوي المجال تساوي هاي الشيء. يعني في مثلا بس كيف فكرة الناس منتشرة عندها للأسف هي غلط، مجال جراحة التنظير، مجال جراحة الأورام بالتنظير، انه العمل الجراحي التقليدي بينظف اكثر من الجراحة التنظيرية. مصطلح يعني شيء شائع عند بعض الناس. طيب ما المعلومة الصح؟ المعلومة الصح انه لا، العمل الجراحي بنساويه بالتنظير نفس كفاءة حتى للأورام الجراحي. حتى للأورام حتى للأورام حتى للأورام. طيب التخدير هون كيف؟ يعني في ناس كثير بتخاف من قصة التخدير وصار في أخطاء شائعة، أخطاء التخدير ما له علاقة بالتخدير. ممكن التخدير يكون قطني بالعمليات التنظيرية؟ لا، بالعمليات الجراحة التنظيرية ما بصير يكون قطني. حتى نحن بجراحة الأورام ما فينا، يعني نادرا ما نضطر يعني ما فينا نشتغل تحت تخدير قطني. عم بحكي إذا جراحة أورام. دكتور خلينا نحكي اليوم بموضوع يمكن بهم الصبايا كثير، خلينا بعد شوي عن الانترنت ومن بعد شوي عن هذا الموضوع تماما. اليوم لاصحاب الوزن يمكن الزائد خلينا نقول، او اللي بيعانوا، بعض الاشخاص اللي بيعانوا من البدانه، في حل بالتنظير اللي هو اليوم مطلوب يمكن للاشخاص اللي اوزانهم كبيره بغض النظر عن الاسباب اللي وصلهم لهي الاوزان. كيف بتشوف اليوم الجراحه التنظيريه بهذا المجال وشو مدى فعاليتها؟ البدانة هي هلأ الشغل الشاغل للعالم كله، جراحة البدانة خلينا نقول هو داء العصر، هو قلت المرة الماضية مسمينه عالميا هو القاتل الصامت. فكل يعني كل المشافي المتقدمة عم تدور على حلول لجراحة البدانة، ونزلت عمليات كثيرة صار لجراحة البدانة، لأنه فعلا هو هم البدانة مرض مرض العصر هذا. الجراحة التنظيرية يعني مرضى الأوزانهم كبيرة، حل مشكلة البدانة هو فعلا حل يعني جذري فينا، يعني جذري وحل سحري لمشكلة البدانة. بس في نقطة على طول بقول اياها للمرضى اللي جايين يساووا مثلا عمليات قص معدة او اي عملية من عمليات البدانة، انه نحن مو انه يفكر المريض انه انا ساويت عملية قص المعدة انه خلص انا ما بأسمن بحياتي، ولا عملية قص المعدة هي يعني نحن بنخلي المريض يساوي شيء اسمه دايت اجباري او قصري للمريض، بوصلك لوزنك انت المثالي، بس انت عليك تحافظ على هذا الوزن. ممكن يرجع طبعا، لانه هي المعدة هي عضلة. المعدة هي عضلة، ممكن بعد فترة ترجع تتوسع. مخبرية. إذا المريض مخبرية هو هاي الناس اللي تفكر إنه أنا ساويت عملية قص معدة خلاص ما بأسمن بحياتي. ما هو إنه نحن في برنامج بنعطيه للمريض، في توصيات لازم يلتزم فيها. في مرضى صار لهم 10 سنين مساوين عمليات قص المعدة وما زاد وزنهم أبدا. بس في مرضى تانين اللي هن
يعني هلا بنحكي او رح احكي هلا عن اسباب فشل عمليه اصل تماما، يعني في منا ادت لحالات وفاه او صار عندهم مضاعفات خطيره بعد العمل الجراحي، شو السبب هون بيكون؟ هلا مضاعفات موضوع ثاني، مضاعفات عمليات جراحه البدانه هو مو يعني اختلاط عالميا وارد. شيء اسمه بعمليات البدانة شيء اسمه التسريب. شو هو التسريب؟ نحن بالمعدة منقص، بعملية قص المعدة منقص حوالي 80% تقريبا من حجم المعدة الكامل بناء على أسس تشريحية، ويعني في نحن شيء نمشي عليه انبوب منقيس عليه ومنقص. المنقص بواسطة جهاز اسمه ستابلر. هاي ستابلر هو وظيفته يقص ويخيط، لأنه عم تصير بالتنظير مو عم يتخيط يدوي. مكان هاي ستابلر، مكان هاي الخرزات اللي بيسموها العالم الخرزات، أحياناً بصير تسريب المفرزات المعدة بتطلع على البطن. طبعاً برجع لك هذا مو خطأ طبي، هذا اختلاط عالمي موجود نسبته نص لواحد بالمية بأفضل مراكز العالم. بس تمام. دكتور في شيء نحن بنسمع فيه بعد العملية شخص ممكن نحتاج لعملية تسريب حديد، هيك بنسمع نحن، ما بعرف هذا الشيء انت بيكون بس خلص هي القصة. لا بحكي هلا الموضوع التسريب، هذا التسريب او الليك اللي بيسموه بعد عمليات البدانة، هو الفكرة الشائعة عند الناس هي قاتل، هو مو قاتل إذا تلحق المريض من هيك. نحن منخلي الأفضل يبقى 48 ساعة بالمشفى مراقبة، لأنه إذا بده يصير هذا التسريب أو هذا الاختلاط بده يصير بنسبة 95% خلال أول 24 إلى 48 ساعة بعد عمل الجراح. إذا تلحق فورا فالمريض يعني بتمشي أموره، ممكن اكتشافه بسرعة، ممكن اكتشافه وتصليحه. بالنسبة للموضوع حكيتي عنه العمليات بعد عمليات جراحة البدانة، وارد يصير شيء اسمه نقص فيتامينات ونقص معادن. طبعا بتختلف من عملية لتانية، في عمليات جراحة البدانة هي يعني مختلفة حوالي 8 أنواع. أكثر الشيء بصير في نقص شوارد ونقص بروتينات ونقص معادن هي عمليات تحويل المسار. عمليات تحويل المسار نحن الفكرة أنه من الهدف منه أنه نقص الامتصاص بالجسم. مازال نحن قاصدين هذا الشيء، معناه رح يصير، نحن متوقعين أنه يصير شيء ما أنت المكملات ضرورة، نقص كالسيوم، نقص حديد، نقص بروتينات، نقص فيتامينات. من هيك المتممات الغذائية والحديد والكلس بعد عمليات تحويل المسار هي ضرورية، وغالباً غالباً المريض بيستمر عليها. بعد عمليات قص المعدة واردة، بس مو المريض مو مدى الحياة، ممكن 6 شهور بعد العملية نساوي تحاليل على أساسها بنبني. بس هي سلبية لعملية تحويل المسار، بس بالمقابل الإيجابيات تبعت يعني لعمليات تحويل المسار تفوق هي السلبيات تبعها. من داء السكري، المرضى اللي عندهم داء السكري النمط الثاني وبدانة وقت عم يساوي لهم عمليات تحويل المسار، صح إن عم يصير عندهم نقص شوارد، بس بالمقابل تخلصوا من مرض كتير طبعاً خطير ومضاعفاته كتير طبعاً يعني مؤذية، اللي هو داء السكري. طيب دكتور، شو العمليات اليوم يلي ما بتستدعي للجراحة بالتنظير؟ شو ممكن تكون العمليات يلي ما بتحتاج تنظير؟ العملية بالنسبة يعني لهذا السؤال له شقين. أول شيء الشق الأول إنه شو العمليات هي اللي ما بتصير بالجراحة التنظيرية، وشو هي، والشق الثاني نحكي عليه هو مضادات الاستطباب. أول شيء العمليات اللي ما بتصير بالجراحة التنظيرية، مثل مثلا خليني أقول لك الأورام اللي بتكون كبيرة، الأورام الليفية بالرحم مثلا بيكون حجمها كتير كبير، هي ما فينا نحن نستأصلها بالجراحة التنظيرية. أو أحيانا بيكون مثلا ورم على سبيل المثال بالمعدة مرتشح على الأعضاء المجاورة يعني بمرحلة متقدمة، هذا ما فينا نحن نستأصله بالجراحة التنظيرية، نضطر نلجأ للجراحة المفتوحة. طبعا هذا الشيء نحن كله بيبين معنا قبل العملية خلال التصوير، وقت المريض بيساوي الصور، صور الطبقي، صور الرنين بيبين، وعلى أساس القرار بيكون منتخذه. وطبعا احيانا الفتوق الكبيره، الفتوق الايرابيه هلا كمان عم تتساوى بالتنظير، والمريض مثل ما بنحط له الشبكه او الرقعه بجراحه المفتوحه عم نحط له بالتنظير هي الشبكه،
بالجراحه التنظيريه. احيانا وقت بيكون الفتق كثير كبير نحن بنسميه طبيا عرطل، هذا ما فينا نحن نساويه بالجراحه التنظيريه بالجراحه المفتوحه. هلا الفكره الثانيه انه في مرضى انه مضاد انه ما في شو هي مضادات الاستطباب بالجراحه التنظيريه. نحن بالجراحه التنظيريه مثلا بالبطن عم بحكي بننفخ غاز اسمه غاز CO2 مشان نزيد حجم البطن. في مرضى ما بيتحملوا هذا الغاز، هم مرضى COPD اللي عندهم قصور تنفسي. الحالة الثانية اللي ما فينا نحن نداخل عليها بالبطن بالجراحة التنظيرية وقت يكون في توسع بالأمعاء، وتكون في توسع بالأمعاء أكثر من 4 سنتي نحن ما عاد نقدر نشوف بالبطن. وبعض الحالات الوقت اللي بيكون المريض هيموديناميكيا غير مستقر، هيموديناميكيا يعني بيكون جايب حالة صدمة مثل مرضى طعنات السكين بنشوفهم، يعني التروما الردود او الطلق الناري او حوادث السير، هدول ما في مجال انه نحن يعني ما ندخل في وقت تنظير فيها. ايوه ندخل تنظير، الجراحه المفتوحه هي الحل. وكمان نحن عندنا وقت يكون في الحمل بالثلث الاخير من الحمل بيكون حجم الرحم كثير كبير بالبطن، ما فينا نتداخل بالتنظير. مثلا لمريضه صار عندها التهاب زايده بالثلث الاخير ممكن احيانا يكون صعب نتداخل بالتنظير. هي الحالات هذول الخمسه او ست حالات ما فينا الجراحه التنظيريه نتداخل فيها. اكيد بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياهم، واكيد اليوم الاطباء السوريين لهم اسم بكل مكان بيكونوا فيه وحتى بسوريا، وكل الشكر لهم اكيد. وكمان بدنا نشكرك على وجودك. شكرا شكرا كثير لك دكتور، اهلا وسهلا فيك.